انت بتعمل ايه هنا؟ نعم؟ بسألك بتعمل ايه هنا؟ مش هرد على سؤال ما يتسألش. هو اصلا مرفوض يتسأل. انا اتحرك في الفندق بتاعي في اي مكان انا عايزه، واجتمع بموظفيني حسب متطلبات الشغل. واضح؟ هو في ايه صحيح يا مدام رحيم؟ هو ممنوع الاونر يدخل مكتب اداره السيلز والماركتنج بتاعته؟ لو سمحت ما تتدخليش انت. لا ما هو انا كمان قلت ما تتدخليش. سوري. انا هنا بتكلم في شغل. انت هنا ليه؟ عشان عايزاك. دورت عليك وما لقيتكش. لقيتك هنا. اتفضلي. اتفضلي. طريقتك مش هتبان. هو انا؟ حطي صوتك. احنا في اللوبي.